كل المتطلبات متوفرة الآن لإجراء انتخابات وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ونموذجية إذا أمكن القول في 10 من شهر تشرين أول المقبل. المفوضية أعلنت استعدادها مرارا في هذا المجال، الحكومة تقدم كل التسهيلات والطلبات اللي تطلبها المفوضية لإجراء العملية في الوقت المحدد، وأيضا أن تكون مراعي المعايير الدولية في الانتخابات، وكل الأمور تمشي بشكل جيد في تصورنا. نعم. طيب يعني مهمة حكومة رئيس الوزراء كانت يعني تركزت على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة الانتخابات المبكرة طبعا في موعدها المحدد. كيف خاضت الحكومة هذا التحدي الكبير وهل أكملت جميع المطلوب منها؟ نعم بلا شك الحكومة الحالية في الواقع تمتلك ميزة مهمة جدا أنها لا تشارك في الانتخابات كمتنافس، وبالتالي من مصلحة الحكومة من مصلحة رئيس الوزراء أن تكون، وهذا ما يعمل له، أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وعادلة وممتازة في الواقع. نعم. لأنها ستكون مكسبا له وللبلاد طبعا بشكل عام، وبالتالي هناك عمل حثيث من أجل توفير كل المستلزمات بأن تكون الانتخابات القادمة كما نتمنى في الواقع. هناك القانون يحدد طريقة التصويت، وأيضا يحدد الدوائر الانتخابية للبلد 83 دائرة انتخابية، كل شيء منظم بشكل جيد من خلال القانون. هناك أيضا بعض المستلزمات التي تضمن أن تكون انتخابات نزيهة، مسألة الاعتماد على أتمتة الانتخابات، هناك نظام بيومتري دقيق، هو نظام يبدأ من بطاقة الاقتراع بطاقة الناخب وينتهي أيضا في قضية التصويت وإعلان النتائج سريعا، والأمل أن تكون النتائج معلنة في اليوم التالي من الانتخابات. وبالتالي هناك أيضا إلى جانب كل هذه نتائج أولية ونتائج ختامية. نتائج أولية طبعا هناك فترة قصيرة للطعون. ستمتد قضية الطعون في إذا كانت هناك طعون اليوم التالي فقط، وبعدين تدرس بشكل سريع حتى تعلن النتائج بأسرع ممكن. هناك أيضا قضية الرقابة، المراقبة قصدي، تكون مراقبة جيدة من 3 مستويات، مراقبة الأحزاب المشاركة العملية الانتخابية والمراقبة الوطنية، هناك شبكات مراقبة وطنية مهمة جدا وتمتلك عدد كبير من كل هذه عوامل توفر نتائج انتخابات نزيهة. لكن أركز على احتياجات المفوضية. اليوم رئيس المفوضين ذكر أن المفوضية لديها 17 احتياجا من بينها نقل العصا الذاكرة، هو الأمر الذي شدد عليه اليوم رئيس الوزراء. هل بعد تجديد رئيس الوزراء على هذا الأمر تكون بذلك قد استوفت المفوضية جميع احتياجاتها؟ المفوضية هي السلطة الحصرية للانتخابات، الحكومة تقدم كل التسهيلات التي تطلبها المفوضية، والتسهيلات تمتد في جانب المالي وأيضا اللوجستي وكل القضايا التقنية المهمة المادية قصدي، وهناك أيضا مجال الجانب الأمني، الحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة للانتخابات، وهذا الأمر تعمل عليه الحكومة بشكل جاد وبشكل مثابر حقيقة. ومثل ما شفت اليوم كان رئيس الوزراء مهتم جدا وحتى حضر تجربة مهمة جدا في مسألة إجراء انتخابات، يعني توفير الجانب الأمني. نعم. لكن اليوم الشيء اللافت في تصريحات رئيس الوزراء هو ذكره قضية استغلال بعض المرشحين لبطاقات الناخبين وأيضا عائلاتهم، وهذا أمر خطير أن يذكر من رئيس الوزراء ليس من محلل سياسي أو شخص عادي. كيف يؤثر ذلك على مدى معرفة الطبقة السياسية بتحديات الانتخابات؟ رئيس الوزراء يؤكد وهو حريص على أن تكون انتخابات المقبلة انتخابات نزيهة وشفافة بكل المعاني في الواقع. طبعا بالمقابل طريقة التصويت لن تسمح بتزوير في الواقع، النظام البيومتري يختلف كليا عن عمليات الانتخابات السابقة، هناك أتمتة كاملة للعملية الانتخابية، وبالتالي من الصعب جدا التزوير. كل من يعتقد بأن لديهم بطاقات ناخبين قديمة ممكن يستغلها هو واهم في الواقع، كل البطاقات القصيرة لن تمر إلا بعد أن تمر في قضية أخذ البصمات من جديد في محطات الاقتراع في يوم الانتخابات نفسه، وبالتالي احنا واثقين بأن الانتخابات ستكون نزيهة في كل المستويات من خلال هذه الأتمتة المعتمدة عالميا في الواقع. نعم. كما حذر أيضا رئيس الوزراء المسؤولين المرشحين من عدم استغلال مناصبهم وكل الإمكانيات، إمكانيات الدولة لحملاتهم الانتخابية. هنا كيف ممكن أن تتعامل المفوضية مع هذا الأمر من جديد؟ طبعا السيد رئيس الوزراء يذكر في الواقع بالقانون وبالإجراءات التي متخذة من قبل المفوضية، هناك إجراءات متعارف عليها، هناك تعليمات خاصة للمفوضية تتعلق بالجرائم الانتخابية، أي محاولة استغلال للمناصب أو أي قضايا أخرى، يعني عدم استغلال ممتلكات الدولة مثلا، هذه مسألة موجودة في القوانين نفسها، وأيضا قضية استخدام حتى المعابد مثلا، كل الأمور التي
تخرج عن إطار القانون هي معاقب عليها في الواقع. نعم. السيد رئيس الوزراء يؤكد عليها وأيضا يذكر بها ويؤكد أيضا بأن ليس بإمكان أي وزير أن يستغل منصبه أو يعني إمكانيات الدولة لمصلحته الانتخابية. نعم، أيضا حضرتك ذكرت موضوع المراقبة الأممية، وأعتقد هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهد هذه الغزارة بحضور المراقبين الدوليين إلى العراق. هل سيكون توزيعهم على كافة المحافظات أم فقط في 8 محافظات كما ذكرت المفوضية؟ أعتقد هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة بدعوة مراقبة دولية للانتخابات. نعم. وهذا دليل على اهتمامها بأن تكون انتخابات مقبولة دوليا ونزيهة في الواقع. عدد المراقبين الدوليين، طبعا احنا الحكومة قدمت طلب إلى مجلس الأمن، وكما تعرفون كانت هناك استجابة جيدة. هناك عدد من المراقبين قد يصل إلى 130 مراقب دولي من الأمم المتحدة، وعدد مشابه أيضا من الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى ستساهم في المراقبة الدولية. هناك مراقبون من دول الجامعة العربية ومن المؤتمر الإسلامي، وأيضا دول أخرى صديقة ستشارك في هذه العملية. نعتقد عدد المراقبين الدوليين سيكون مهما لأول مرة بهذا الحجم، والنوعية أيضا مختلفة تماما. الآن مراقبون محترفون راح يكونون موجودين في هذه الانتخابات. هو هذه سيدي يعني دعوة الحكومة للمراقبين الدوليين تختلف عن دعوة المفوضية أيضا لعدد من المراقبين والجهات الأممية؟ نعم قطعا تختلف، لأنه المفوضية وجهت دعوة ل 75 منظمة ودولة. نعم. للمشاركة في المراقبة، لكن الحكومة توجهت إلى مجلس الأمن بطلب مراقبة في الواقع، وهي مسألة جديدة تختلف كليا. والمجلس الأمن درس هذا الموضوع، أخذ عدة أشهر حتى يجيب على القضية. نعتقد وجود المراقبة الدولية مهم جدا، ستكون في مناطق حساسة، في مفاصل حساسة من العملية الانتخابية، سواء في المكتب الوطني أو في مكاتب المفوضية بالمحافظات. علينا أن نوفر الجانب الأمني الكافي للمراقبة الدولية حتى لا تحول إلى يعني عنصر ثقل. نعم. هذه المرة هناك طبعا ضروري الاعتماد على المراقبة الوطنية. لدينا عدة شبكات مراقبة محترفة عراقية تمتلك أكثر من 50,000 مراقب محترف عراقي، وبالتالي سيكون لهم دور كبير. احنا ندعو الناخبين الى الذهاب للحصول على البطاقة البيومترية. كثير من الناخبين يعني حدثوا بياناتهم لكنهم لم يذهبوا لحد الآن. نعم. لأخذ البطاقة، ندعوهم الى التوجه الى مراكز تسجيل المفوضية. نعم. لاخذ البطاقة خلال الفترة القادمة المتبقية. وايضا طبعا ستكون هناك المراقبة الوطنية محتاجة الى دعم تشجيع حتى معنوي.